مرحبا شباب، هذا الفيديو يخص تقديم البيض السلق وعمر البلابل اللي بعد ما يسمح ان تاخذ به تنقمات. وصلنا سؤال من صديق الصفحة يقول: حبيبي علاوي، عاشتك عن معلومات قيمة، بس عندي سؤالين يا ريت تجاوبني. السؤال الاول: اقدر انطي للافراخ بيض سلق؟ والسؤال الثاني: اذا عندي نفي اللي فما تغرد اقدر اعلمها على التاريخ؟ تحياتنا لك صديقي، وتحياتنا الى كل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك. صديقي وعزيزي، بالنسبة للبيض السلق، صحيح بياض البيض السلق بنسبة عالية من البروتينات ومن الاحماض الامينية اللي نقدر، والكالسيوم اللي يستفاد منها الطير، بس بشرط هنا لازم نقدم بياض البيض جديد. يعني مثلا ما نفس اليوم سوينا البيض وزاد من عنده او سويته مخصوص له، لازم بنفس اليوم تقدمه للطائر، ما تخليه يتاخر، لان من يتاخر البيض مثل ما تعرفون سريع التلف، راح تتكون به بكتيريا قاتله، من نطيها للطير تنشط هاي البكتيريا بامعاء الطير وتسبب بقتله للطائر ويروح تعبك هيج حرامات. اما بالنسبه للنثيه اللي قلت عليها، النثيه مجرد او البلبل او اي طير، البلابل اللي عندنا نحكي عليه نحن، مجرد ان يصبغ ريشه كامل انتهى بعد ما يستلم من عندك. نادر ما تكون اكو حالات، بعض البلابل الذكيه ظل تتعلم التغريد حتى لو تصبغ وحتى لو تكبر سنتين ثلاثه ظل تتعلم. بس احنا هم قلناها بفيديو سابق انه هاي الصفه مو بالصفه الزينه من يتعلم، يعني مجرد يتعلم صافوره بعد يخرب البلبل وانتهى. ان شاء الله وصلت المعلومه، وتحياتنا لكم.